اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيتكم مقطع جديد وفلق جديد. حياكم قناه اليمين، لا تنسون تحطوا لايك، تشتركون بالقناه، تفعلون جرس الاشعارات عشان يصلكم كل جديد. اليوم احنا سوينا سيرفر جديد زي ما تشوفون، انا وميمي اكس 4. هلا والله، طلع الله ما تدري شو صار. المهم هذا بيتها، هنا مكانها. هي قررت تخلي هنا مزرعتها وهنا مزرعتها زي ما تشوفون. تاوني جديده بهالسيرفر، هذه مزرعة صغيرة. بنقتل التنين إن شاء الله الحلقة الجاية ولا اللي بعدها. فأوكي، إذا عجبكم هذا السيرفر أبيكم توصلون هذا المقطع 5 لايك. يلا 5 لايك بيومين، يلا 5 لايك بيومين. إذا عجبكم هذا السيرفر 5 لايك بيومين. فأوكي، خلنا نطلع أوريكم البيت حقها. أوكي، هذه مواردي، كل شيء بيتكسر. بروح أسوي لي دروع الحين، شوفوا. واو ما شاء الله. اوكي دقيقة، خلنا نقصر شوي الصوت عشان تسمعوني زي الناس والعالم. اوكي هنا زي ما تشوفون، حلو 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 والله. اوكي زي ما تشوفون، ان شاء الله حيكون اسبوعيا ولا يوميا على حسب. اتوقع بنخلي على حسب، يعني يوم ويوم، يوم ولا يوم. إيه؟ هذا طبعا سيرفر راح نسميه دايموند، سيرفر دايموند صح؟ خلاص انا قررت راح نسميه الان راح حاليا بس راح نسميه دايموند، سيرفر دايموند برو. نعم وذاك اسم ذا سيرفر. المهم دائما تسافر دائما. اوكي شو هذا، والله قرب. ما لنا زي ما تشوفون هنا. اوكي كبير طبعا، في اشياء انا اول مرة اشوفها، لان اتوقع انها حسنت. هي اعطتني طابق غرفة لي زي ما تشوفون، هذا طابقي، هذا بيتي. عندي اوه كفو والله، كفو فاير بعد نوك باك. او ماي جاد، قط هذا زبالة يا حبيبي. هذا طبعا هنا مكان نومي، هي اعطتني هالمكان صار بيتي. هذا انا اسكن معاها حاليا، وهنا مع محل قصب السكر حقها، ما لي دخل انا. المهم اني انا اسكن هنا زي ما تشوفون، والاوضاع تمام، كل شيء تمام. فا اوكي اتوقع اني انا راح ادق في كرافتن تابل ودي اصنع صندوق. ايوه هنا، بس ما عندي خشب كافي. اوكي اليوم زي ما وعدتكم انا يعني بدون ازعاج اليوم ان شاء الله. في ازعاج بسيط بس اتوقع اذا جينا نصور في دايموند برو اتوقع راح يكون ازعاج كثير، فيعني اعذرونا. يمكن نصور بكرة، اتوقع بنصور يوم الجمعة، يعني اكثر يوم يعني فيه يعني فيه اعتقاديات كثير ان احنا نصور فيه. اوكي هم عندهم حصينة وسووا بوابة النظر، ودخلنا النظر وجمعنا بليز وكل شي سويناه. طبعا هناك في منطقة رهيبة، ما ادري انا بسكن فيها اذا رضوهم. انا توني شفتها، ما ادري هم ما قالوا لي عنها. هلا والله. اوكي زي ما تشوفون هذاك حصانة، انا ما عندي حصان لان الان ما اسست لي حصان زي الناس. اوكي هذا ما استعمله، خلنا استعمله. انا طقة واحدة بنكسر البيت حقي. اوكي بوريكم النظر حقهم، حظهم مرة رهيب الصراحة. يعني لقينا القلعة، انا ما ادري بالضبط وين القلعة بس انا ابي احتاج انفل عشان هذا قروين حقها ما شاء الله تبارك الله. شوف ايش كثرهم، جبتهم من ذيك القرية وزوجاتهم كل شيء، ما ادري شلون، لا ادري انا بس يعني. المهم معنا وش وين ال
الأنفل 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 يمكن في المخزن. الأنفل 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 يا رجال أنا أوف شيبه بكنت برافو والله عطتني فاير والله استنست مرة نقباك وفاير. هذا غرفتها زي ما تشوفون هنا الدروع هذه الأنفل أوكي راح أصلع دروعي طبعا البوت والهلمت انكسروا علي بالنظر والله كان يا ريت نصورت يعني اوكي في كرافتن تيبل هنا شيء بس عندي يلا وين الخشب عندي يو عندي خشب ما علينا المهم راح نسيت شو بسوي هذا وهذا وبعد احتاج هذا عشان الخشب خشب شبه منقرض عندي الصراحة اوكي جيب هنا بيكاكس هنا هذا هم ضبطين عمرهم دائما هذا السيف منها هدية توها اعطتني بالفيديو اوكي هم ضبطين عمرهم دائما ان شاء الله تبارك الله بس انا يعني توني مبتدئة اوكي والله سويت والله اسف والله اوف قرباتهم والله اصبر والله شفاف قريب والله شفته هنا من ظلمه جاء الغلبه حصلها انا ما اوكي عندي والله الزومبي منتشرين بمدينتها ماي 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 عندي باكت بس ما في ماي الله على الذكاء مره خرافي ذكاء 100% هنا في شيء ما في شيء هنا مخزن صح اوكي طبعا اتوقع انها تسمعني بس بصوتي خفيف هنا انا جبت العيد طبعا تبينا صالحة زين بشري بصالحة خلاص خلاص اوكي دقيقة خلنا نحللها خذها هذا حطه هنا ترى منافسة الخشب منافس الخشب اوكي نمسكه نرجع ما لنا الا الترقيع اوكي ما في مشكلة نرجع والله كنت بنحوش بس يعني اتوقع كذا زين خلاص ضبطت كل شيء انا معاي اربعة اتوقع اني بموت من الجوع يا رجال والله سامحينا تكوين يعني ما كان قصدي خلاص اعتذر كلمة الف مرة المهم اوكي بسوي ست بوينت هنا حط شمعة هنا لا يرسبني احد اذا مت بعدين شمعة اوكي اتوقع هذا كل شيء شيل الكرافتن تيبل هنا حط لي الاشياء اللي ما احتاجها حاليا هذا اوكي شكلها تقول لي روح ابني زين بروح شو اسوي هنا باب اوكي
ليش؟ من هنا. خلاص اوكي، مخي منقفل، خفت انا شبت مو زينة. اوكي، كان فيها لاج مرة شديد، عذرا مو لاج. اوكي شنو؟ اوكي اوه تبين النوم، انا فود عندي نقص، اعطيني اكل، عندي 3 خبزات، ابي اكل فود. شكرا، يلا شكرا، قلت لكم تسمعني ولكن انا ما اسمع. اوكي، عندي 7 شمعات كلهم غطيت بيتي فيهم، خلاص كويس كده. تقول لي تعال عند بابا بس النظر، يلا جو. اوكي زي ما انت تسمعون، كريبر يا بنت اهربي. انت تعرفون وين القلعة؟ شوف وين في بليز، شفتوه؟ زين كيف شكله؟ واو حاجز عشان والله ما ادري عشان شنو حساب، والله صوت مزعج، صوت مزعج، صوت مزعج، صوت وين قالنا تونا؟ هنا منطقة الزبون. واو ما شاء الله، هنا منطقة سبون أجل. ها واو، دقيقة ما شوفينا. واو ما شاء الله تبارك الله، يعني هنا منطقة المحلات، هنا منطقة المحلات. واو شوف والله المبنى مرة خرافي، هنا أجي أجمع خشب والله. هنا زي ما شوفون، دقيقة والله تبني عندني، هنا منطقة الليل، هنا بوابة الليل ده مفتوح. نروح الحين، نروح خلاص خلاص خلاص. فين سيدتي؟ هنا شنو؟ زين عادي ابني بيتي هنا، امزح. اوه تنبل، اروحها. رحتي؟ راحت علينا. مشكلة، يلا هلا والله. دقيقة خلنا نشوف تديرنا. اوكي راح اقص طبعا بعض اللقطات، بيتها بضبط كل شيء، بضبط اغراضي عشان قتل التنين. انا ما مضبطه شيء بلايرون، شوفي اوف اللاج بيساعدني. اوكي بنزل هنا، ليتس جو. اوكي بنزل هنا وراح نسوي تشعبي بفاكس، بينكسر. مش عندك خشب كافي؟ اوكي كل شيء كويس، بننزل ونجمع دائما. دقيقه معلق، اوكي كويس شال التعليق. المهم بنزل تحت. اوه شنو؟ الو حطتني بالغلط اكيد. اوكي بنزل طبعا تحت تشعبي، يلا ليتس جو. والله شكل بيكاكس بينكسر، في فورشن لا يعني عادي ينكسر، في همبرجر والله اقول لك حرام ينكسر، نخليه نسويه بعدين. زين ما عندي ايرون، بس ساكرة والله ألف مرة كنت بروح هنا. طب تقريبا مزرعتي ايه عاد شفتها مزرعة الأم،
بعد ما انطحت. مشكلة بروح المزرعة معاي خبزة بموت. خدم الله في كذا الخبزة. شوفين هنا لما بتراب ماي ترى فيه ماسخ يعني لما بتراب نشتغل جن. شوفي اوه والله ما قلت شيء لي. طبعا مش بتقولي لهم. اوكي يلا واحد اثنين زي ما تشوفون هنا فيه مو بتراب تاني عادري لنا ذا مساعة انتلون بس في ليفل هنا يجي ليفل يلا حلو ذا. ها والله كنت بضيع دقيقة شوي فاصل نعم ايش بتقولين؟ يلا اوكي راح اتصل على ميمي اكس فور وارجع لكم. عشان هذا المايك هذا مايك الجديد انت شو سماه شيء خلينا نتكلم بعدين خلاص اوكي ساعات مكان من وين بعدين خلاص ارجع لكم خلاص الفيديو شو طاوله يلا إيه ما أبي أفصحها أحسن كذا لأن الصوت مرة يجي كبر ألف كبر. المهم يلا واحد اثنين ثلاث. هلا والله أهلين صوت واضح ولا إيه صوت شلون زين أنت أو بال شو اسمه السير فارم أنت بتقتلون التنين الأسبوع الجاي يوم الجمعة ان شاء الله. زين احنا مو ما راح نصور برو دايموند برو دايموند ان شاء الله اسبوع الجاي بعد يعني كل يوم سيرفر كل اسبوع قصدي ايه بس اغلب شيء ذا عشان كج بدايه فيه راح نعتمد عليه شوي يعني دايموند برو بندخل فيه قريب ايه قريب. زين انا شوفي شو نسمي احنا أمس يا أخي ألف مرة كنت بضيع توا جديد فكرت اسم بس ما بعد نعتمده بدنا ندور اسم حتى الحين زين أوكي يلا مع السلامة. أوكي رجعت لكم طبعا راح نهمل الفيديو الحين لأنه بالفيديو غير خلص علي وطبعا أتوقع أن الفيديو مرة طويل فلازم أنهي الحين. يا رمت كويس اوكي ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك تشتركون بالقناة تفعلون جرس بس لحظة احنا ذيك المقطع قلنا 20 لايك صح؟ موصل اوكي راح نخفف الى 10 لايك ولا 5 لايك اكثر شيء يعني اقل شيء اذا ما جبتوا 10 لايك خلاص يعني خلاص خلاص فا اوكي مع السلامه.